معز، اول مباراه في كاس امم افريقيا رسميه لك مع المنتخب التونسي، ابليت البلاء الحسن، انتصار ثمين امامه النمس المنتخب التونسي يوسف المساكني، لكن ايضا المنتخب الجزائري قدم مباراه كبيره اليوم وكان في عديد الفترات افضل احيانا. والله الحمد لله، ما انت الاهم في المقابلات هذوما هو ثلاث نقاط، الحمد لله تحسن على ثلاث نقاط. ما يهمش الاداء في المقابلات هذوما، نرجع ونقول ما انت المقابله تتسرق معناها ما تلعبش. الحمد لله حلفنا الحظ تسديده من يوسف المساكني معروف بهم، الحمد لله جبنا 3 بوان، مازلنا ما عملنا شيء، عندنا مقابله سنه فينا كبيره كونتر الكوت ديفوار، ان شاء الله نكونوا حاضرين كما هكا والمستقبل ان شاء الله خير ان شاء الله. نتمنى مزيد من ايضا يوسف المساكني الذي امضى على انتصار تونس ضد المغرب في مستهل كان الجابون وغينيا الاستوائيه، واليوم هدف ثمين في الدقيقه 90. يوسف هدف يعني يسمونه في تونس هدف النمس، لانك معروف النمس في تونس يعني هدف قاتل وهدف ثمين، رغم ان المنتخب الجزائري قدم مباراه كبيره اليوم. والله الحمد لله، شفت الاولاد الكل عملنا مباراه بطوليه، اداء ونتيجه ان شاء الله يا رب نكملوا كيه، هدف ان شاء الله يكون فرحه تونس الكل ونبنيوا عليه ان شاء الله. يوسف، لكن على مستوى الهجوم بعد خروج عصام جمعه في الربع ساعه الاول يعني تاه المنتخب وانتظرتم ربما وجود انسجام بين صبري خليفه يوسف ساكني وسام الدراجي للانتصار. صحيح، نص ساعه الاولى ما لقيناش لي بوان نتاعنا، في الربع ساعه الثانيه لقينا لي روبير نتاعنا، الحمد لله معنا فوزنا بالمباراه هذيا ونديو التونس كل ان شاء الله. جميل جدا ارتدائك لقميص المنتخب الجزائري وهذا الذي يبقى الروح الرياضيه. ايضا سامي الطرابلسي لينا متهاني مع يوسف، عندك حجرات الملابس في مباشر. سامي مبروك الفوز، فوز ثمين جدا بالنظر للتنافس الشديد في هذه المباراة، مباراة ديربي المنتخب التونسي يعرف من أين تؤكل الكتف، يعني بلغت الكرة يسرق المباراة في الوقت القاتل أمام منافس جزائري قدم مباراة أيضا من المقام الرفيع. أكيد المستوى الفني والتنافس معناتها كان تنافس كبير معناتها بين منتخبين شقيقين. نهني المنتخب التونسي على الفوز، المنتخب الجزائري نا با دي ميريتي، معناتها كان ثم استحقاق وزاد قدموا مقابله طيبه. احنا ممكن الشوط الاول كان عندنا عدم توازن في وسط الميدان، حاولنا معناتها باش نصلحوا الوقفه نتاعنا معناتها في الشوط الثاني، والشوط الثاني معناتها تحكمنا اكثر في الكوره وكنا مأمنين اللي كنا نجموا نفوزوا بالمقابله نظرا الامكانيات التكتيكيه اللي عند اللاعبين نتاعنا، والحمد لله معناتها ربي وفقنا وان شاء الله مبروك. سامي نتحدث يعني تكتيكيا، اصابه وتغيير اضطراري لعصام جمعه، ربما افتقدتم العمق الهجومي الذي يؤمنه صابر خليفه وافتقدتم عصام جمعه على اليمين عند دخول حرباوي، ليس هذا الرسم اللي متعود به المنتخب. ايضا تحدثت على عدم التوازن في وسط الميدان وربما ايضا جزفت بدخول الدراجي واخرجت مجدي تراوي، يعني صرت تلعب 4-2-3-1 كلاسيكيه بالدراجي، ربما عولت على الدراجي مساكني صابر خليفه. في الشوط الاول ما تحكمناش في الكوره، ما كانش عندنا سيطره الكوره، احنا لعبنا سير ولعب نقربوا لبعضنا اكثر. في الشوط الاول كان ثم ديما معناتها عدم توازن في الناحيه الهجوميه، خساره خروج عصام جمعه معناتها اثر علينا، خاطر كنا نجموا الاول وكنا نجموا على المستوى البدني نجموا نضيفوا لاعب اخر اللي ممكن يعطينا حلول احسن. الحمد لله الثنيه ما زالت طويله، امامنا منتخبات حسب رايي اصعب من المنتخب الجزائري، دونك نفرحوا الليله وغد ما يلزمنا نرجعوا نركزوا يلزم نرجعوا نهبطوا على ساقينا، خاطر اللي يحب يترشح في المجموعه هذه ماهوش شيء سهل. شكرا لك ومبروك مرة أخرى لسامي طرابلسي والمنتخب التونسي، وحظ أوفر زميلي أيمن للمنتخب الجزائري طبعا الذي قدم مردود كبير والروح الرياضية وهذا المهم في مباراة الشقيقين العربيين. نعم شكرا نافع بن عاشور، إذا غلة وافرة رينا بها من